بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تسلمت المحافظة الجنوبية 2000 كمام طبي من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وجمعية بصمة خير ضمن إطار جهود المحافظة الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 وتعزيز الإجراءات الاحترازية من خلال الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات. جاء ذلك بحضور الشيخة لبنى بنت عبد الله آل خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة والسيدة خديجة السيد رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وعدد من المسؤولين بالمحافظة وذلك بمقر المحافظة الجنوبية. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن الدور الذي تقوم به المحافظة من تنسيق ومتابعة مع الأجهزة الأمنية ومختلف المؤسسات الأهلية والخاصة في نشر الوعي من خلال تبني العديد من المبادرات الأمنية والاجتماعية. وفي هذا الجانب أشادت الشيخة لبنى بنت عبد الله آل خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بدور المحافظة الجنوبية في التنسيق والتعاون المشترك وإبراز الدور المجتمعي والأهلي في احتضان المبادرات والبرامج الهادفة. احنا اليوم في المحافظة الجنوبية استلمنا 2000 كمام من المحافظة الجنوبية، ولا شك ان الكمامات مسوينهم المنتسبين المؤسسات الأهلية وجمعية تنمية المرأة. حقيقة كنا سعداء باستقبال سعادة الشيخة لبنى بنت عبد الله الخليفة وأعضاء جمعية تنمية المرأة، واستلمنا هذه الكمامات من أجل توزيعهم على الأهالي وعلى العمالة في المحافظة الجنوبية. ولا شك أن هذا يأتي ضمن جهود المحافظة الجنوبية لمكافحة جائحة كورونا وضمن حرصنا لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، ولا شك أن احنا دائما حريصين للتواصل مع كافة شرائح المجتمع. واليوم هذه الكمامات نفتخر أن تم صناعتهم بأيدي بحرينية ومن منتسبي هذه المؤسسات اللي حرصوا أنهم يسوون الكمامات من نفسهم. فإحنا الحقيقة نفتخر أن نستلم كمامات بحرينية وكمامات بأيدي بحرينية، فالحمد لله على هذا التواصل. ونحن كمحافظة الجنوبية مستمرين في التواصل والشراكة الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومكافحة الجائحة إن شاء الله.